يعطيكم العافية. عندنا شغلة مهمة جدا الدين الحنيف حرض عليها وايد، ألا وهي بر الوالدين. الإنسان لازم يكون بار في أمه وأبوه. عندنا ناس كانوا عاقين في حياة أمهم وأبوهم، وأمهم وأبوهم توفوا وراحوا إلى رحمة الله. الحين قاعد ندمان وهي قعدت ندمانة تقول أنا شنو أسوي بحالي، كنت عاقة. الدين يقول في حل، لا تيأس من رحمة الله، تروح تدفع عنهم الصدقات، تزورهم وتدعي لهم، كنت عاق رب العالمين راح يكتبك بار. والعكس عندنا اللي يكون بار في أمه وأبوه وبعدين عقب وفاتهم ما يروح يزورهم ولا يسوي لهم هذه الأمور يعتبر عاق. فلازم ما تنساهم في حياتهم وفي مماتهم.